المراجعة ليس بكم المعلومات اللي يديها، وإنما السر في قدرتك على تبسيط المعلومة. يعني لو الدرس فيه صفحة، لو قدرت أنا نرجعه له في جملة نبسطها له ونقول له تكلم وترك أثر. وش معناتها؟ أني نهدر وراني نرسم له في هذه المعلومة، نرجعتها في جملة، كي يستوعبها باش ننتقل نوسعها أكثر، ثم ندخل فيها تفاصيل أكثر، ثم ندخل فيها تفاصيل أكثر. لكن بدون ما نحط هذاك الجوهر اللي في الأول، اللي حطيت معلومة مثلا نتكلم له على أركان الإسلام 5، مثلا نرسم له يد راني نتكلم ونقول له هاوليك الركن الأول، ونرسم له مثلا واحد يشهد هاوليك الركن الثاني، ونرسم له ثاني المعلومة ثالث، بدون ما نكتب ولا كلمة، فقط راني نتكلم معاه في الورقة وراني نرسم. الطفل راح يشدها بعمره ما راح ينساها، يعني حتى ومر السنة الثانية الثالثة الرابعة راح يبقى ماما نهالي رسمنا يده ولونا كل أسبوع ورسلنا عند كل أسبوع رمز، بعمره ما راح ينساها. هذا هو السر في أنك تتكلم راك تشرح له وتترك الأثر. ثاني شيء أنك راك تبسط في المعلومة، يعني فقط الكلمات المفتاحية هي اللي حطها.